إن شاء الله نبدي اليوم المحاضرة مالتنا تكملة للفرنجيال انفكشنز وانفلاميشن، فنيجي على التونسل والأدينويد. التايتل مال المحاضرة أبدله إن شاء الله. إحنا حكينا بالمحاضرة السابقة عن الوالديرز رينج، وعرفنا إنه هي complete circle من submucosal lymphoid tissue surrounding the entrance of the gastrointestinal and respiratory tracts. هاي هي الوالديير رينج. من شنو متكونة؟ تتكون من البلاتين تونسل، اللينجوال تونسلز، ومن الأدينويدز والتيوبال تونسلز. بالإضافة إلى هذا راح يكون أكو ديفيوز أجريجيت أو فارنجيال سبميوكوزال لينفويد تيشوز. كفتشي ريبريزنتيشن سريع، احنا نعرف بالنيزوفارنكس عندنا الأدينويد، لي جوا عندنا اللينجوال تونسل بالبوستيرير وان ثيرد اوف ذا تونج، البلاتين تونسلز اون ايتش سايد، والتيوبال تونسل هي اللي هي تحاوط الاوستيكين تيوب اوبننج. مارت اللوخ نفس البيكتشر نفس البرزنتيشن. هيستولوجيكلي من شنو راح نشوفها متكونه؟ من راح نشوفها متكونه من لينفويد تيشو اجريجيتس اوف لينفوسايتس. هو هذا اللينفويد تيشو من شنو متكون؟ متكون من اجريجيتس مال لينفوسايتس يعني مرتبة نفسها فوليكولار مانر، يعني لينفوسايت بلب يعني بصف لينفوسايت مرتبة نفسها بشكل مسويت لي فوليكل. هذه الفوليكل مال اللينفوسايتس كليتها embedded in stroma of connective tissue. هذا ترتيب الهيستولوجيكال ستراكتشر مال كل الوالديير رينج. نجي على أول جزء من الوالديير رينج نحكي عليه شوية بتفصيل، اللي هي البلاتين تونسل، اللي هي التونسل العادية اللي نشوفها on examination of the mouth and the oropharynx. هذه البلاتين تونسل هي located in a pocket formed between the palatoglossus muscle and palatopharyngeus muscle. هذول المسل palatoglossus راح يكون اكو فوقها ميوكوزا تسوي لي فتشي اسمه ال anterior tonsillar pillar، والpalatopharyngeus شنو الكفرنج ميوكوزال كفرنج مالتها؟ الابيثيليال كفر هو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. هذا الابيثيليوم مالتي نفسه راح اشوفه انه اكو بي انبعاجات ويبعث الريجولار كونفوليوتد انفاجينيشنز. لي وين يوديها؟ للبارانكيما inside the parenchyma of the tonsil forming what is called tonsillar crypts أو pits. بس راح نشوف إنه هنا هذا surface epithelium، راح نشوف إنه هذا surface epithelium ينزل ويعطيني فد pit أو crypt. نفس الشيء بهذا المكان، نفس الشيء بهذا المكان. هاي pits أو crypts شنو راح يصير بيها؟ مثل السكن يصير بها desquamation، فالdesquamated epithelium food material من الميلز مالتنا، microorganisms كليتها ممكن تكون موجودة بهذا الكريبت وهذا البت. الفائدة من عدها هي increase surface مال التونسل. احنا التونسل وظيفتها هي immunological، وظيفتها انه يصير بها contact between the antibody between the immune cells والانتيبوديز وبين الانتيجينز، فهي راح تزيد لي السيرفس مال الاكسبوجر. حكينا على الميديال اسبيكت مال التونسل، وحكينا شلون انه الابيثيليوم مالته هو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. هسه نجي نشوف لاترالي، يعني الصفحه اللي هي ان كونتاكت بيها ويا الفارينكس. لاترالي التونسل عندها فايبرس تيشو كبسول اللي هي بارت أصلاً من الوال مال الفارينكس اللي هي الفارينجوباسيلار فاشيا، فالثيكنينج من الفارينجوباسيلار فاشيا يسوي لي البلاتين تونسول، وهي راح تفصل لي إياها معناها من الماسكولار لير واللي راح أجي أشوف موجود بالبيد أوف ذا تونسول. فشنو جوا الكبسول مال التونسول؟ أكو فتشي أسميه البيد أوف ذا تونسول اللي يتكون لي من السوبيريور كونستركتر ماسل، وتحتها راح يكون موجود الجلوسوفارنجيال نيرف والفيشيال ارتري
وأكيد هي لأنه هي بارت من اللايرز مال الفارينكس، فأخير شيء بالنهاية راح يكون عندي البوكوفارنجيال فاشيا. اللور بول مال التونسل نفسها راح تصير ممكن ان كونتاكت ويا اللينجوال تونسل، يعني البلاتين تونسل راح تكون ان كونتينيوتي ويا اللينجوال تونسل ات ذا بوتوم and become continuous with the lingual tonsil. فهذه هي البلاتين تونسل. اللور بول مالتها مثل ما نشوف هنا ممكن يكون يجيني ان كونتينيوتي ويا اللينجوال تونسل اللي هي موجوده بالبيس اوف تونج، وبالتالي تكمل الرينج من هذه الجهه. شنو موجود بالبيد مال تونسل؟ هاي هي التونسل، هذا الفراغ الابيض هو راح يكون الكبسول مال التونسل هنا، لانه هي ثيجنينج من الفارينجوباسيلر فيشيا، فتحتها راح تجيني هاي الاحمر او الجوزي اللي هي سوبيريور كونستريكتر مسل، وتحتها راح يكون اكو الجلوسوفارنجيال نيرف مثل ما نشوف، ولوب من الفيشال ارتري. هذا يسموه البيد اوف ذا تونسل. اهميته انه اني من اشيل التونسل بعمليه التونسلكتومي راح افتح هذا البلين مال التونسلر كبسول، فبالتالي اني ممكن اذا سويت انجري للبيد وهي دا تشوفوها فيري ثين مسل لاير، ممكن انه ادخل اسوي دامج للجلوسوفارنجيال نيرف، اضرب الفيشال ارتري، او اضرب حتى اذا رحت مور لاترال الكاروتيد شيث. supply of the tonsil شنو هو؟ ضروري انه اعرفه لانه بالعمليه لازم اوقف البليدنج فيسلز، فهي راح يكون من التونسلر برانش اوف ذا فاشيال ارتري، هذا هو المين بلاد سبلاي. اكو ايضا الفاشيال ارتري راح يعطيني فشي اسمه اسندنج بالاتاين ارتري، الماكسيلاري ارتري راح يعطيني ممكن ديسندنج بالاتاين ارتري اللي هو هذا بالابر بول، ascending pharyngeal artery يعطيني blood supply و dorsal lingual arteries. ال venous drainage راح يروح لل lingual and pharyngeal veins. فشي اسمه lingual vein مثل ما dorsal lingual artery ف lingual vein و pharyngeal veins اللي هي موجودة بال pharyngeal plexus. وين بالنهاية اثنيناتهم وين يصبون؟ راح يصبون بال internal jugular vein. lymphatic drainage of the tonsils راح تروح لل upper deep cervical lymph nodes. شنو أسميها ال upper deep؟ especially وحدة من عندها اللي هي يكبر حجمها ويا التونسيلايتس أسميها jugular digastric lymph node. نجي نشوف هاي الإيمج، نشوف إنه هذا اللينجوال artery راح يعطيني blood supply، الفاشيال artery يعطيني المين tonsillar branch ويعطيني ascending palatine، والascending palatine يعطيني بعض blood supply، الascending pharyngeal artery راح يعطيني blood supply، والmaxillary artery راح يعطيني descending palatine اللي راح يجهز لي التونسل. فهي بالمجمل هي كليتها branches من الاكسترنال carotid artery. خلصنا حكي على الاناتومي of the palatine tonsil، نجي نحكي على الأدينويدز أو النيزوفارنجيال تونسلز. هاي اللي هي اللون الأخضر اللي موضحة هنا موجودة بالجونكشن مثل junction of the roof and the posterior wall. الفري سيرفس راح أشوفه أكو بي 6 folds، 6 mucosal folds أسميها روجي. فالفري سيرفس عنده 6 ميوكوزال فولدز، ما عندها كبسول مثل التونسل الادينويد. الكفرنج ابيثيليوم هو سودو ستراتيفايد كولومنر، اند الدرينج مالتها وين راح يروح؟ انها البلاتاين تونسل قلنا للجاجيلو دايجاستريك، هاي تروح ريتروفارنجيال لينف نودز، ومن عندها راح يكون الدرينج للابر ديب سيرفيكال لينف نود، يعني بالنهايه هم راح تروح للابر ديب مثل التونسل بس عبر الريتروفارنجيال lymph nodes. Again هذه image مال الأدينويد. هذا قلنا الفري سيرفس مالتها هاي after removal.
السيرفس مالتها راح تشوفون انه اكو بيها فولدز، هاي وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهاي السادسة، 6 فولدز تتسمى روجي. البروسيجر اوف تونسيلكتومي، التونسيلكتومي انتو تعرفون يمكن اكثر عملية سامعين بيها، most commonly performed procedure in the history of surgery. بس احنا اذا نجي نريد ننظمها هسه تغيرت الانديكيشنز مالتها على مر السنوات. فالكرنت انديكيشنز اللي احنا نمشي عليها انه اسوي تونسيلكتومي في حاله الريكرنت اكيوت تونسيلايتس، وفي حاله الاير واي اوبستراكشن ديو تو تونسيلر هايبرتروفي اللي داومه ويانا عملي. عرفنا الجريدنج مال التونسيلر انلارجمنت، فممكن انه التونسل تكون very large الى المرحلة اللي تكون بيها touching each other in the midline، اسميها kissing tonsil، وبهيك حالة ممكن تسوي لي airway obstruction. شنو بعد من الانديكيشن؟ البريتونسلر abscess اذا عندي suspicion of malignancy. شنو بعد ممكن عندي indications؟ بالكرونيك تونسيلايتس والهاليتوسيس اللي هي due to chronic tonsillitis. إذا أنا عندي uncontrollable bleeding from the tonsil مثلا، أكو فتشي اسمه PFA PA syndrome اللي هي syndrome of periodic fever of thus ulceration pharyngitis and adenitis. هاي السندروم التونسيلكتومي كل شيء يفيد بيها، يقلل من الباوتس مال الفيفر والأكيوت إكساسربيشن مالتها. ممكن أنه آني أستعمل التونسيلكتومي to control الفرنجيال كاريج مال جروب أي بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي. يعني مثلا عندي بالبيت مريض عنده روماتيك هارت ديزيز، هذا المريض كل ما راح يصير عنده يعني تونسيلايتس، هذا المريض راح يكون عنده إكساسربيشن مال الكونديشن مالته. فإذا أكو طفل بالبيت وعندي فرنجيال كاريج عنده ستريبتوكوكال فرنجايتس، فذاك الوقت ممكن أنه أني أعالج الطفل بتونسيلكتومي حتى أخلص من الكاريج ستيت، لا يبقى المريض اللي عندي الآخر اللي وياه كل شويونة هذا يصير بتونسيلايتس وذاك يصير عند الكومبليكيشن مالتها. أذر minor indications هي إذا التونسل مسويت لي difficulty بالswallowing أو بالvoice production. Large tonsils ممكن تأثر لي على the quality of voice وممكن تسوي لي مثل foreign body sensation وتسوي لي dysphagia. شيء مبسط شنو هي الكرايتيريا اللي راح أعتمد عليها إذا حتى أخلي المريض وأسوي له تونسيلكتومي. بالنسبة للريكرنت تونسيلايتس أكو بيها كرايتيريا إنه لازم يكون عندي مينيمم سور ثروت إبيسودز، يا أما خلال هاي السنة عندي 7 إبيسودز خلال السنة الفاتت يكون عندي 7 دوكيومنتد إبيسودز، يا أما خلال السنتين الماضيات في كل سنة أكو 5 إبيسودز خلال سنتين متعاقبات، يا أما خلال السنوات الثلاثة الفائتة يكون عندي 3 episodes بكل سنة، يعني 3 بثلاثة بثلاثة هاي 9، يا أما 5 بخمسة 10، يا أما عندي 7 خلال السنة الماضية. هسه أي إبيسود المريض قال لي، ممكن أنه أي مريض يقول لي أنه أنا صار عندي 7 مرات، أو يقول لي أنه أنا عندي 5 مرات تلتهب بلاعيمي كل سنة. أي التهاب؟ لا، لازم كل التهاب يكون well documented أنه صاير بي فيفر أكثر من 38 وثلاثة بالعشرة، لازم يكون أكو بي يا أما الفيفر يا أما تندر سيرفايكال لنفادينوباثي اللي هي أكثر من 2 سنتيمتر، يا أما يكون أكو بي تونسيلر إكزوديت، يا أما يكون دوكيومنتد كلتشر بوزيتيف. فهاي الإبيسود لازم تكون دوكيومنتد with what؟ with one of these.
وشنو بعد؟ ولازم يكون ماخذ عليها appropriate antibiotic therapy اللي هو administration of adequate dosing وفور adequate duration. إذا المريض ماخذ هاي المجرز وفيلد، دائما دي يصير عنده recurrent tonsillitis، هاي الكرايتيريا من تتم ذاك الوقت tonsillitis is candidate for tonsillectomy. احنا مثل ما عندنا indication راح يكون عندي contraindications للtonsillectomy. الابسولوت contraindications هي إذا أنا عندي uncontrolled systemic disease، يعني مثلا مريض عنده diabetes وهو uncontrolled، مريض عنده مثلا روماتيك هارت ديزيز ان كنترول لحد الان، مريض عنده هايبرتنشن، يعني اللي هي كلها راح تكون تصف في انه هذا المريض ما راح اقدر انطيه انستيزيا، اموره كلها راح تتخربط اذا بدي انطيه جي اي. هيماتولوجيكال بروبلمز، مريض عنده بليدنج تندنسي، عنده هيموفيليا، مريض عنده لوكيميا، ريسنت ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، هاي راذر يعني مو absolute contraindication، وإنما ننتظر إلى أن المريض يروح الأبر إيرواي أو يعني الإنفكشن، وذاك الوقت ممكن أنه أسوي له السيرجري. يعني ممكن 3 weeks after resolution of upper respiratory tract infection أرجع أسوي له البروسيجر. هاي وحدة من الانديكيشنز مال تونسيلكتومي اللي حكينا عليها، البريتونسيلر ابسس اللي هي كولكشن اوف بس راح يكون عندي بين التونسل نفسها وبين البيد مالتها. حكينا وحدة من الانديكيشن هي من يكون عندي فيري لارج تونسلز اللي مسويت لي اوبستركتيف سيمبتومز. هذا المريض إذا قررت له أسوي له عملية لازم أسوي له فد بري أوبراتيف إيفاليويشن إنفستيجيشن. شنو اللي راح أستفيد من عنده؟ هي الكمبليت بلاد كاونت وكوأجوليشن ستاديز، يعني أدزه بليدنج تايم وكلوتنج تايم. بالإضافة إلى هذا أني بالهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن المفروض أنه أسأل المريض إذا عنده هو أو بالفاميلي مالته اكو bleeding disorder، مثلا الفولمول براند، اذا صاير عنده previous surgery bleeding tendency، واذا المريض شفته during examination اكو عنده bruises، كلتها انتبه عليها. شو راح اسوي؟ اكو several techniques for tonsillectomy، اكو dissection techniques و non-dissection. الdissection ممكن انه اني دا استعمل أسوي dissection ودا أفصل التونسل والكبسول مالتها عن البيد اللي هو superior constrictor. بيش أسوي هذا dissection؟ قد أسوي بdissector اللي هو steel stainless steel instrument، وذاك الوقت أسميها cold dissection. قد أسوي بdiathermy يعني cautery، وهذا أسميه diathermy tonsillectomy. قد أسوي فد بروب هذا الدايسكشن اللي هو يسوي لي simultaneous coagulation ودايسكشن، أسميه coagulation tonsillectomy. ممكن أنه أسوي بالترسونيك بليد اللي هي تستعمل لي ultrasonic waves، هذا أسميه ultrasonic dissection، وممكن باي ليزر. هاي كلها dissection method، أني دا أفصل التونسل وأسوي لها dissection. In non-dissection techniques أكو فتشي اسمه جيتين. جيتين يعني مقصلة، يعني أقصها للتونسل. هاي مو dissection، أني مدى أفصل التونسل عن البد مالتها، مجرد أنه أقص جزء من عدها. أو فتشي اللي هو يسموه intracapsular partial tonsillectomy أو يسموها tonsillotomy. هذه أيضا ما راح أشيل، ما راح أفصل الكبسول مال التونسل، ما راح أفوت بهذا التشيو بلين اللي هو موجود التونسل وبين السوبيرير كونستركتر. Rather I will remove parts of the tonsils without dissecting the capsule. أهم وأكثر الطرق شيوعا وأسهلها وأقلها تعقيدا هي الكولد cold dissection.
هي الموست كومن ميثود. راح شلون ابدي بيها؟ اخلي المريض اعطيه جنرال انستيزيا. الاير واي شلون راح اتصرف وياه بالجنرال انستيزيا؟ باي اندوتراكيال تيوب. اخلي المريض اندوتراكيال تيوب، اخليه في شيء اسمه التونسيلكتومي بوزيشن، والتونسيلكتومي بوزيشن انه هو المريض ان سوباين بوزيشن. اخلي باج ساند باج بنيث ذا شولدرز حتى يصير عندي اكستنشن للنك، واخلي فد بيلو بنيث ذا هيد حتى اسوي مايل ديفليكشن اوف ذا هيد اوفر ذا نك. هذا يسموه التونسيلكتومي بوزيشن. Appropriate exposure of the tonsil through open mouth achieved using a mouth gag. استعمل mouth gag اللي هو instrument هسه اجي اشوفها. كما صاير الايمج مال mouth gag ان شاء الله اخلي لكم اياها. يعني هي مجرد فد instrument اسوي بيها يعني appropriate mouth opening بدون ما أضطر أنه أستعمل إيدي بعد. ف my both hands will be free. بعد ما أسوي هذا الماوث gag أثبته، راح أسوي pulling للتونسل، tonsil retracted medially. ألزمها للتونسل، أسحبها للداخل يعني للكافيتي مال الأوروفارينكس، وبعدين أسوي incision over the anterior pillar. انزل بهذا الانسجن واسوي دايسكشن بين التونسل وبين البيد مالتها. من اوصل لللور بول اللي هو قريب على البيس اوف ذا تونج، ذاك الوقت راح اقرصها للتونسل واقصها، وبعدني اني الفورسبس اللي قارصه بي اللور بول اعقد اسوي فتاي بليجتشر. وبعد ما أثبت التاي أحاول أسوي هيموستيسز، أسوي العملية بالجهة الثانية، وبذلك أكون مكملة التونسيلكتومي. أتفرغ بعدها أنه أسوي أدكوات هيموستيسز، والهيموستيسز يا أما بكوتري أسوي يعني قصدي أوقف إذا أكو عندي بليدنج بوينت، يا أما بدايثيرمي كوتري يعني، أو أنه أخلي باكس بالمكان وأشوف وين البليدنج بوينت، وممكن أنه أتعامل وياها بالليجتشر. ديتيلز مال السيرجري مو كلش مطلوبة من عندكم، بس حتى تعرفون شنو اللي دي يصير. فهذه هي، هذا التونسل هولدنج فورسبس، لزمت بي التونسل وسحبتها ميديالي، سويت انسجن بالانتيريور بيلر، وبعد ذلك أسوي ريموفال للتونسل. من أوصل بعدها أقرص اللور بول حتى لا يصير يبقى بليدنج، وبعدها أكمل الهيموستيسز يعني إذا أي مكان بالبيد مال التونسل يعطيني بليدنج أيضا راح أتعامل وياه. المريض بعد ما يخلص دكتورة نعم إنشي الاثنينات لو بس الأفكتد وان لا طبعا بايلاترال عدا بحالات إذا عندي اللي هو search for malignancy يعني unilateral tonsillar hypertrophy عداها هي ال disease usually bilateral. post operative care بعد ما ننهي العملية، فالمريض يا أما أخذ 24 hour observation وأبقي بالطابق، يا أما حاليا أكو فشي اسمه day case surgery يعني انه المريض يبقى لبضعة ساعات اطمئن انه ما عندي complication واسوي له discharge. فالاغلب سابقا كانت انه المريض يبات بالطابق، خصوصا اذا كان عمره تحت الثلاث سنوات، خصوصا اذا كان الindication for tonsillectomy هو obstructive sleep apnea يعني هو المريض هذا أصلاً كان obstructive sleep apnea وسويت له العملية لأن عنده obstruction، فهذا يبقى بالطابق ما سوي له discharge. إذا المريض عنده systemic disorders فيحتاج أنه أسوي لها monitoring of hemorrhage يعني هذا المريض شاك بي أنه بعده عنده bleeding،
يصير عنده bleeding. إذا ما أتأكد أنه bleeding وقف تماماً ما أسوي له discharge، فيفضل أنه يبقى بالطابق. Post-operative nausea and vomiting، إذا recurrent مستمر النوزيا والفوميتنج عند هذا المريض، لأن النوزيا والفوميتنج بعد العملية تعرض المريض أنه يصير عنده hemorrhage. Post-operative fever وpost-operative severe post-operative pain، هاي هي الindications أنه المريض يبقى بالطابق 24 ساعة for observation. عداها إذا المريض وقف البليدنج ما عنده significant pain ولا nausea and vomiting، ممكن أنه after a few hours once the patient regained consciousness from anesthesia I can discharge the patient. هسه اللي راح أنتوا تشوفوه واللي راح تكونون بالحقيقة مسؤولين عنه أنتوا راح تتخرجون إن شاء الله، تمرون فترة الروتيشن. بالروتيشن راح تقعدون بالطابق، يصعدون المرضى بعد العملية، شنو وظيفتكم؟ تشوفون المونيتورينج فور هيمرج، واللي هو الموست امبورتنت اسبكت. راح يعتمد هذا على الكلينيكال اوبزرفيشن، شنو اللي انتبه عليه هذا المريض. ما راح اشوف انه اني البليدنج، لان البليدنج راح يكون فروم ذا بيد اوف ذا تونسل، فما راح انتبه عليه بالضبط دا يصير عنده بليدنج او ما دا يصير. شنو اللي ممكن انه اشوفه بالمريض؟ اشوف المريض صاير بيل. الأم مثلاً أو أني أنتبه على المريض أنه دا يبلع هواية excessive swallowing. أجي أشيك الفيتال ساينز، أشوف عنده tachycardia increase pulse rate، أو المريض ممكن ويا الكف أو ويا الفوميتنج راح يطلع عندي blood. ورا ما انتبه على هاي الأمور يصير عندي شك إنه هذا المريض عنده bleeding، أجيب tongue depressor و trying to assess the bleeding point. أفتح الأورال كافيتي وأسوي فد rapid assessment وين أكو bleeding، بيا بد، هل هي بالright side، هل هو بالleft side، upper pole، lower pole، أحاول أعطي فد rapid assessment. أسوي recording للestimated blood loss، هذا بالعملية بالنوت راح يثبتوها، وانتو راح تكونون مسؤولين عن تثبيت الـ estimated blood loss اللي صار بالطابق. بعدين مجموعها راح يكون يعني يخضع للأسسمنت، وأشوف انه هذا المريض مثلا يحتاج blood transfusion أو يحتاج انه أدخله للثياتر بشكل سريع حتى أوقف bleeding، لو يتحمل انه أسوي له monitoring، just monitoring وانتظر البليدنج يوقف. Post-operative nausea and vomiting هي related to anesthesia، ممكن انه المريض اذا استعمل له الاوبيate analgesia، الاوبيates كليتها ممكن تسوي لي nausea and vomiting، او ممكن انه related انه هذا المريض صار عنده هواية bleeding intra-op او حتى بردها، وهذا البلاد اللي دا يبلعه هو هذا اللي دا يسوي له النوزيا والفوميتنج. فهاي 3 causes هي الانستيزيا والدراج والسوالود بلاد. Single post-operative dose of anti-emetic ممكن انه يجنبني كل هاي المشاكل، مثلا البلوكلوربيرازين، وهو هذا ممكن يكون كافي. Post-operative fever هي هم من a common complication after tonsillectomy، خصوصاً خلال أول 24 ساعة. هذه الفيفر مثل ما تعرفون ما لحق صار infection، فهي مو related to infection وما تحتاج antibiotics. إحنا المريض مالتنا بردها، المريض راح تشوفون إحنا دائماً ننطي antibiotic post-op، بس هي كسر جري مو دائماً تحتاج post-operative antibiotics. فلذلك الفيبر راح تشوفون مكتوب عليها انه ما يحتاج نعطيها antibiotics. احنا الفيلد مالتنا والانفايرمنت contaminated بشكل اكثر من اماكن اخرى، لذلك نعطي كاروتين post operative antibiotics. البوست operative pain may be excessive، وهذا لانه احنا قلنا blood supply مالت النيرف سبلاي
هو نفس النيرف سبلاي مال الاير الميدل اير، لذلك ممكن يكون اسوشيتد وذ اوتالجيا. شنو انطي المريض خصوصا التشايلد؟ انطيه باراسيتامول. بالحقيقة بالجايد لاينز الأخيرة اللي نزلت single dose of steroid dexamethasone ينطوي الاندكشن اوف انستيزيا، وهي ممكن يقلل لي من البوست اوبراتيف بين وحتى من النوزيا والفوميتنج. كأي سيرجري ممكن يكون بها كومبليكيشن، المورتاليتي ريت 1 كل 15 ألف مريض، يعني كل 15 ألف تونسيلكتومي يتم إجراءها ممكن أنه مريض يفقد حياته. anesthetic complications hemorrhage مثل ما قلنا عليه، وليتر اون الانفكشن. الهيموريج اللي يصير عندي هو يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري اللي يصير خلال اول 24 ساعه بعد العمليه، السكندري راح يكون بعد ال 24 ساعه الاولى. مو هواية حالات، أقل من 1% من الحالات يصير عندهم primary hemorrhage، لأنه أنا غالباً راح أكون متأكد ومسوي adequate hemostasis بعد العملية. هي هاي أخطر complication. ليش؟ لأنه راح يكون أكو وياها risk of airway obstruction, risk of shock، وممكن أنه تؤدي إلى death. غالباً تصير أول 8 ساعات بعد العملية، بس إحنا نعممها أنه هي البرايمري خلال أول 24 ساعة بعد العملية. مثل ما قلنا هو هذا الشيء اللي راح يسوي له مونيتورينج بالطابق، فيحتاج كيرفول بوست أوبراتيف مونيتورينج. ممكن أنه هذا الهيموريج إذا كان سيفير المريض أرجع على الصالة مال العمليات حتى أسوي أدكوات هيموستيسيس. بالأدلتس ممكن أنه لأنه البلاد فوليوم مالته هواية مو مثل تشايلد، فممكن أنه أنطفت بيريود مال كونزرفاتيف، يعني watchful waiting، وأشوف إذا وقف البليدينج ممكن أنه that's all، إذا ما وقف ممكن أنه أرجعه للثياتر. أكو بعض المرضى اللي هم عندهم risk factor لازم يراد لهم pre-operative أصلاً evaluation قبل ما أدخلهم للعمليات حتى أتجنب الريسك مال primary hemorrhage. السكندري بعد الـ 24 ساعة نفس الـ percentage تقريباً 1%، هو كان occur at any time إلى أن tonsillar bed has healed. tonsillar bed تقريباً خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع will attain complete healing. فمثل ما تشوفون تقريبا أسبوعين. هذا الانسيدنس مال السكندري تونسيلكتومي هيموريج increases with age، يعني الأطفال مو كلش راح يعانون من هاي المشكلة. كل ما المريض يكون أكبر بالسن كل ما ممكن يصير عنده سكندري هيموريج. شنو السبب بيها؟ هي infection مال granulation bed، يعني أنا بعد ما أشيل التونسيلكتومي تبدي المكان الكبسول، المكان الكبسول اللي شلتها يعني الاريا اوفر ذا سوبيريور كونستركتور راح يصير عليها جرانيوليشن تيشو، والجرانيوليشن تيشو هو هايلي فاسكولار. شلون اعالج الموضوع؟ انطي انتي بايوتيك ثيرابي، انطي بنسلين، وغالبا ما راح احتاج انه ادخل المريض للعمليات الا في حالات كلش نادره. إذا البليدينج هذا استمر لفترة كلش طويلة ممكن أنه أرجع المريض، خصوصا إذا المريض يخسر كميات كبيرة من البلد. الهيموستيسيس ما راح يكون كلش سهل مثل primary hemorrhage، لأنه هذا تعرفون granulation bed وكلش friable tissue، فما راح أقدر أعقده. فغالبا تنتهي المسألة أنه أربط وأسوي suturing للأنتيريور pillar ويا posterior pillar، وأسوي obliteration تماما للتونسيلار بيد، أخيط الانتيريور بيلر بالبوستيريور بيلر حتى ينسد البيد تماما.
شلون أقدر أعرف إنه هذا المريض؟ أول appearance مال normal healing tonsil راح أشوفه شنو هو؟ هو yellow أو grey slough. هذا المريض اللي يجيني والسكندري هيموريج راح يجيني هذا صاير بلاد كليته. الانفكشن قلنا هي الكوز مال السكندري هيموريج. Presence مال سيفير هاليتوسز راح يكون عند المريض. Usually associated with fever. شنو شلون اقدر اتجنب هذا الانفكشن؟ الانفكشن بالمناسبة يصير من المريض ما يعني ما يمارس عملية البلع بشكل معتاد، وهو كلش له علاقة بالبوست اوبراتيف بين. فالمريض بعد العملية راح يكون عنده ألم، فيحاول جهد الإمكان إنه ما يحرك الفارنكس فما يبلع، حتى ممكن إنه سبيتينج يصير عنده هواية، ما يأكل وما يشرب، ولذلك الأريا ما راح تتحرك وما راح يكون أكو ريموفال مال هذا السلف اللي هو ديد تيشيو، لذلك راح يصير بي كولونايزيشن مال بكتيريا وممكن إنه يصير عنده إنفكشن. فالمريض should be encouraged to This will promote healing and prevent infection. وأيضا لازم أسوي adequate post-operative analgesia حتى أتجنب هاي المشكلة. خلصنا فيما يخص التونسيلكتومي على السريع. نحكي على الأدينويد. قلنا الأدينويد هي pyramidal mass of lymphoid tissue. حكينا عليها. Has no capsule. Covered by pseudostratified epithelium. والدرينج مالتها retropharyngeal and upper deep cervical nodes. immune function نفس الشيء مثل التونسل مثل التونسل، خصوصا بالearly adulthood بالearly childhood عفوا. ولذلك احنا الchild below 3 years حاول ما نسوي له adenoidectomy حتى اذا كان عنده severe obstruction، حتى اذا كان عنده severe complication أحاول جهد الإمكان إنه ما أسوي لأدينويدكتومي، لأنه الإميون فانكشن مال الأدينويد يعني will be compromised، خصوصا إذا كان أنا عندي موسم ولو إحنا صار عندنا eradication مال poliomyelitis، بس الأدينويدكتومي during periods of poliomyelitis ممكن إنه تعرض المريض تنزل مناعته ويصاب بالبوليو. الأدينويد تبدي تزداد بالحجم بين السنتين إلى 12 سنة، ممكن أنه يصير عدي بيها أدينويدايتس يعني إنفكشن مال الأدينويد، ممكن أنه يصير بيها فيزيولوجيكال هايبرتروفي. ومن راح يصير بيها هايبرتروفي راح يسد لي النيزوفارينكس، ونجي نشوفها هسه راح يسوي لي الريمان مانيفستيشن. شنو الكوزز مال اللارجمنت؟ مثل ما قلنا فيزيولوجيكال بين 3 إلى 7 سنوات، وباثولوجيكال اللي هي due to recurrent upper respiratory tract infection. شلون راح أشوف الأدينويدايتس بالضبط؟ السيمتوماتولوجي مال الأكيوت راينوساينوسايتس، يعني المريض عنده راينوريا persistent راينوريا أو post nasal drip، الرائحة مال الفم راح تكون كريهة مال أدرس breath، وrecurrent acute otitis media. احنا قلنا الأدينويد قريبة على الأوستيكياني تيوب، لذلك راح تدخل البكتيريا through أوستيكياني تيوب وتسوي لي recurrent otitis media acute أو otitis media with effusion اللي هو راح تتجمع سوائل خلف الطبلة مع المريض، أو ممكن هذا البوست نيزال دريب المتكرر يطيني chronic cough. هاي هي المانيفستيشن مال الأدينويدايتس. أكو manifestation due to enlargement اللي هي الإفكت مال enlargement، هسه ذيك كانت الإفكت مال الإنفكشن، هاي الإفكت مال enlargement اللي هي ممكن تعطيني nasal obstruction. شلون راح أشوف النيزل obstruction؟ المريض راح يكون mouth breather، راح يكون عنده dysphagia، راح يكون عنده snoring،
وفتشي اللي أسميه adenoid facies، يعني هذا الأدينويد راح تبقى لفترة طويلة سادة النيزوفارينكس، فالجروث مال الفيشيال سكيلتون كله راح يتغير. شو راح يصير المريض؟ راح يكون عنده pinch nose وprominent incisors. الأبر ليب راح تكون يعني shorter than the incisors، تصعد فوق الليفل مال الانسيزرز، ودائما المريض فاتح حلقه فالدول فيشيز. المريض تشايلد تبدون تحسون بيه فد نظره مال دولنس، يعني يبدو غبي هو لانه فاتح حلقه والابر ليب شورت راح تكون والانسيزرز برومننت. هذه كليته تعطيني هاي الايمج الادينويد فيشيز. بعد الاوبستراكشن شي يسوي لي؟ يسوي لي obstruction الأوستيكيان تيوب. هذا المريض راح يكون عنده deafness، يعني ما راح يسمع من نحكي وياه، وintermittent earache. Due to inflammation مثل ما قلنا هسه راح يصير عندي nasal discharge، ممكن يكون عندي appearance of egg white plus a plug of mucus behind the uvula اللي هي مثل post nasal drip. أوتايتس ميديا المريض دائما يصير عنده راينايتس وساينوسايتس، وسيرفيكال أدينايتس يعني أشوف الجاكيلو دا غاستريك نود كبرانة. من راح تسد الأدينويد النيزوفارينكس يصير عندي فد فوليوم مال تيشو ساد لي النيزوفارينكس، شنو راح تكون المانيفستيشن؟ صوت المريض راح يتغير، يسموه هايبونيزال فويس. يعني شنو هايبونيزال فويس؟ يعني المريض الصوت مدى يطلع من خشمه، خصوصا انتم تلاحظون اذا منشولين اصوات الام الان والانج هاي كليتها راح تتغير. يعني احنا خلي نجرب نسد خشمنا ونقول كلمة منشول، رأسا الساوندز راح تتغير، هاي الأصوات الأم والأن والإن كلها كأنما راح تتحول إلى بي. هاي كلها يسموه هايبونيزال فويس، لأنه شنو مدى يصير عندي أدكوات نيزال رازنس مال هاي الساوندز. المريض راح يكون أوبليجت ماوث بريدر، دائما راح يحتاج أنه يفتح حلقة، راح يصير عنده كرونيك هيدك، و أدينويد هايبربليجيا راح أشوفها ديورينج إكزامينيشن. أخذ هيستري من المريض، راح لازم أسأل على هيستري مال ميدل إير ديزيز، أشوف إذا يشكي من أشياء بإذنه مثلاً هيرينج لوس أو سنسيشن مال بابلينج اللي هي أوتاتس ميديا وذ إفيوجن، نيزل أوبستركشن إذا الأهل يقولون لأن هو تشايلد فغالباً الكير جيفر راح ينطي الهيستري، نيزل أوبستركشن، سليب ديستربنس المريض ما راح يقدر ينام براحته لأنه النوز مسدود، إيتينج symptoms لأن صعوبة بالبلع عنده من وراء الفوليوم مال الأدينويد، وأتوبيك symptoms لأنه الأتوبي ممكن تكون هي الكوز مال اللارج أدينويدز، يعني رشح عطاس يعني itching وسنيزينج هاي كلها راح تكون أتوبيك symptoms. بالإكسامينيشن شنو أسوي؟ assessment مال external nose، خصوصا إذا كان عندي فد horizontal crease above the cartilaginous part of the nose. هذا يدل على أنه المريض دائماً يحك خشمة، اللي هي واحدة من الأتوبيك manifestation. Simple anterior rhinoscopy in children، يعني أنه أفحص الأنتيرير part اللي ما مداوم عملية. Anterior rhinoscopy هو examination of the anterior part of the nose. هذا بيش أستعمله؟ أستعمل headlight وفد لارج سبيكولوم حتى أشوف الانسايد مال النوز. assessment of the nasal airway يعني أشوف أنه أكو adequate air entry through the nose or not. بيش أستعمل بcold tongue depressor؟ أكو tongue depressor اللي هو مو wooden اللي هو metal، هذا المتال surface راح يكون cold، أخليه تحت الأنف وأسأل المريض أنه يتنفس، النفس لأنه دافي فراح يصير عندي فوق باترن جوا، يعني إذا أكو عندي air entry. إذا عندي obstruction مال النوز ما راح يصير عندي fogging، فراح أقول إنه هذا absent air entry
through the nose. بعد بيش أسوي evaluation بالflexible nasendoscope أو بالrigid nasendoscope اللي هو scope يا أما rigid يا أما flexible that will pass through the nasal cavity and proceed to the nasal pharynx for adequate evaluation of the nasal pharynx. هذا scope view nasendoscopy هاي آني بالnasal cavity هذه الجهة مال السبتم هاي الجهة مال التربنيت وهاي تشوفون هذه الأدينويد تيشو مسويت لي obstruction. السايز مال الأدينويد راح أعبر عنه بأنه الأدينويد سادش قد من البوستيرير كوأين هذه الفتحة كليتها من هذا المكان إلى هذا المكان اللي تلاحظوه يعني اللي هي بين اللاترال وول والميديال وول مال النوز مال نيزل كافيتي أسميها البوستيرير كوأين. أشوف الأدينويد إيش قد سادة من البوستيرير كوأين، هل سادة only one third from one third to two thirds أو complete near complete أو complete. هسه هاي مسويت لي complete obstruction. بعد بيش ممكن أسوي evaluation للسايز مال الأدينويد بلاترال soft tissue X-ray وهاي هي اللاترال soft tissue X-ray وهذا الايروي مثل ما تلاحظون هذا الكولوم مال البلاك هذا اللي موجود هنا وأشوف أنه هو مسدود هنا بهاي الماس of adenoid هذه الأدينويد tissue. الأدينويدكتومي هي الـ procedure of removing the adenoid. هي most frequently performed surgical procedure in children. شنو الindications ما؟ إذا أني عندي recurrent purulent rhinorrhea يعني هي الـ features مال infection مال الأدينويد. Persistent symptoms مال adenoiditis. Sleep disturbance يعني مسويت لي obstructive sleep apnea. Recurrent acute otitis media أو otitis media with effusion بيا مريض باللي عمره أكثر من 4 سنوات. المريض إذا عنده hyponasal speech ممكن أنه هي relative indication ممكن dental mal occlusion مرات الروح الطبيب الأسنان يقول لنا ما أسوي لتقويم للطفل إذا ما يتعدل النفس مالته فممكن هذا relative ديتش كانت الابسولوت indications هاي relative indications هي hyponasal speech dental mal occlusion ممكن المريض اللي عنده cardiopulmonary complications including الكور pulmonary pulmonary hypertension right ventricular hypertrophy و اللي هو associated with upper airway obstruction مثل التونسل شنو أدز المريض قبل العملية complete blood count coagulation studies إذا عندي history يعني bleeding time, clotting time, PT, PTT, INR أدز lateral soft tissue X-ray دائما وأنتبه في بعض الحالات الخاصة ممكن أنه أدز إيكو ممكن أنه أدز X-ray ما cervical spine خصوصا بالداون سيندروم أو فتشي اسمه velocardiofacial syndrome هذه ضروري إنه المريض إذا أشوفه في حالات خاصة أدز additional investigation. أبو الداون يكون عنده cardiac involvement وممكن يكون عنده involvement of the cervical spine اللي خطر بيها التونسيلكتومي position اللي نفسه راح نستعمله بالأدينويدكتومي. التكنيك قلنا نفس الشيء tonsillectomy position شون أشيلها أسويها blindly. Blind technique of curtage. شلون أسوي الهيموستاسيس ورا ما أسوي كورتاج للأدينويد by gauze swab. أخلي قطعة مال جوز إلى أن يوقف البليدينج وبعدين أشيله. هاي هي الكيوريت اللي أستعملها بالأدينويدكتومي. هذا هو التشيو مال الأدينويد. شنو الكومبليكيشنز مال الأدينويدكتومي؟ ممكن يكون death during surgery severe bleeding من استعمل الماوث جاج ممكن يصير عندي dental trauma
يعني الأسنان تتكسر، وهواية من المرضى يعني مو حاليا، حاليا شوية أكو مور كير، هواية من المرضى اللي عندنا اللي مسوين عمليات بالسبعينات ثمانينات، تشوفون يقول انكسرت سنوني خلال العملية، فدنتال تروما ممكن يصير، أو ممكن إنه involvement مال temporal mandibular joint. Airway obstruction ممكن يصير عندي لأنه أنسى السواب اللي سويت بها hemostasis، يعني خليت السواب بالنيزوفارينكس ونسيتها وطلعت، ممكن إنه المريض من يقعد راح تنزل هاي من النيزوفارينكس الأوروفارينكس الهايبوفارينكس والسدلي اللارنجيال انترانس وسوي لي Airway obstruction. أو ممكن مو هي الباك، ممكن إنه أنا يصير عندي نيزوفارنجيال بلاد كلوت، وأيضا من المريض ريجين كونشسنس تنزل هاي البلاد كلوت وتسد لي الانترانس مال اللارينكس، فتسوي لي ايروي اوبستراكشن. البيد مثل ما التونسل صار بها انفكشن، ممكن بالادينويد بيد يصير انفكشن. سيرفايكال سباين انجري هسه مثل ما حكينا بالداون سيندروم، فيلو فارنجيال ديسفانكشن، الفيلو فارنجيال ديسفانكشن راح يصير عندي اوف food material during eating بعد العملية، لأنه البالايت ما راح يسد لي الفتحة بين الفارنكس وبين البالايت، فلذلك الفود ماتيريال ويا ما تنزل جوا قسم من عدها ممكن يصعد للنيزو فارنكس. Rarely ممكن يصير عندي regrowth of the adenoid، يعني مريض أشيل الأدينويد ويرجع لي ورا كم سنة صاير عنده regrowth مال الأدينويد تشيو. شوفكم على السريع قد أحد عنده سؤال طلاب؟ أحد عنده سؤال؟ لا دكتور عشتيت. شوفكم بس إمج بسيطة قبل ما نخلص. هاي إذا واضحة عندكم، هاي هي الطريقة اللي نسوي بها الأدينويدكتومي، هاي إذا تشوفون الكيوريت، خلي أسوي البرزنتيشن للجروب الآخر. إذا واضحة عندكم فهاي هي الأدينويد كيوريت، بايتة through the mouth وواصلة إلى النيزوفارينكس، راح أسحبها حتى أوخر هذا أقشرها للأدينويد، وراح يبقى رو بيد موجود عندي هنا بهذا الأريا. واضحة شفتوها؟ نعم دكتور. هاي بالنسبة ل نعرف انه انتم مو كليتكم حضرتوا عملي، فشويه اللي محاضرين العملي راح يكون عندهم difficulty، بس ان شاء الله ويا الوقت راح نعوضها. شكرا لكم، اعتقد الوقت انتهى، اللي عنده سؤال ممكن انه يدز